السلام عليكم. زار ظاهرة هذا اليوم وزير العمران والمدينة، زار إذن مركب تيزي وزو للوقوف على مدى تقدم الأشغال في هذا المركب. وكان يعني المحطة الأولى كانت التهيئة الخارجية نتاع الملعب اللي تم يعني للتأكد من أن الأشغال انتهت كلية. تبقى بعض الأشغال داخل الملعب، يعني في الملحقات نتاع الملعب، لا زون في بي ولا زون نتاع يعني غرف يعني تغيير الملابس، كل الملحقات يعني بصفة عامة. التجهيزات راهي على قدم وساق فيما يخص الطرق المؤدية إلى المركب، يعني راهي تقرب من النهايه نتاعها، وان شاء الله يكون فيها فيديو خاص ب يعني الطرق، شبكه نتاع الطرق حول الملعب، لانه فيه الان عده مداخل، ثلاث مداخل الملعب. اذا نديروا فيديو بالاستعانه بالاخر صور جوجل ايرث، نهار تكون عندنا صور جديده سوف نقوم ب اخذ الصور من جوجل ايرث وندعم فيديو بهذه الطريقة. في انتظار ذلك أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.